لنعمل مقارنة بين الضرب الاتجاهي والضرب القياسي لنرسم متجهين بشكل بصري، وربما إذا كان لدينا الوقت سوف نجد حقا بعض الضرب المتجهي والقياسي لمتجهات حقيقية. هذا هو المتجه، هذا المتجه الأول، وسأقوم بعمل زاوية مناسبة بين هذين المتجهين، هذا المتجه الثاني، حسنا، لنسمي أول واحد، لا يمكن تغيير اللون دائما، سأختار الزاوية بينهما، لنسمي الأول A والثاني B، والزاوية بينهم هي ثيتا. حسنا، لنذهب أبعد من التعريف ونعمل على أخذ الفكرة، وأتمنى أن تمتلك القدرة على ذلك. إذا ما هو الضرب القياسي لـ A ضرب B؟ في البداية هذا نفس الشيء لو B ضرب قياسي لـ A، إذا الترتيب غير مهم في الضرب القياسي، لأنه في النهاية الناتج هو الرقم، وهذا يساوي مقدار A، مقدار A ضرب مقدار المتجه B ضرب جتا الزاوية بينهما ضرب كوساين ثيتا جتا الزاوية بينهما. لنرى ما هو تعريف الضرب المتجهي. ما هو الضرب الاتجاهي أو الضرب المتجهي لـ A ضرب بي؟ في البداية هذا لا يساوي الضرب لبي ضرب اي، عمليا هو يساوي الاتجاه المعاكس، أو يمكن إظهاره كسالب من الضرب اي في بي، لأن المتجهات التي تحصل عليها تكون مقلوبة بالاعتماد بأي ترتيب تقوم بالضرب، لكن الضرب اي في بي هذا يساوي مقدار متجه اي، مقدار متجه A ضرب مقدار متجه B. سيبدو كضرب قياسي، لكن الاختلاف بينهما أنه ضرب جيب الزاوية بينهما وليس جتا الزاوية بينهما. إذن هذا عمليا هو الاختلاف. عندما نقوم بالضرب القياسي تكون النتيجة الرقم فقط، ولا يوجد اتجاه هنا، هذه فقط كمية قياسية. لكن في الضرب الاتجاهي أو المتجهي نأخذ مقدار A ضرب مقدار B ضرب جيب الزاوية بينهما، هذا يقدم مقدار وأيضا يقدم اتجاه، ويكون الاتجاه باستخدام متجه طبيعي وهو متجه الوحدة N. متجه الوحدة يعبر عنه بوضع قبعة أعلاه، متجه الوحدة بأي اتجاه يكون. حسنا، سنحدد هذا باستخدام قاعدة اليد اليمنى. هذا متجه وهو عمودي على كليهما، على A و B، إذن هو عمودي perpendicular perpendicular to both A and B. حسناً، كلاهما مستقران على المستوى لهذه الشاشة، سطح الشاشة، ولكن يكون هناك شيء عمودي على هذين المتجهين، يجب إما أن يقفز لخارج الشاشة أو يدخل إلى داخل الشاشة. عندما تعلمنا الضرب المتجهي هناك طريقتين لنبين أن المتجه هو خارج من الشاشة، وسيبدو هكذا لأنه رأس السهم، ولتبين أن المتجه داخل إلى الشاشة سيبدو هكذا لأن هذه مؤخرة السهم، هذه هي نهاية السهم. إذن كيف يمكن أن تعرف أي من هذين المتجهين متعامدين على B و A؟ وهناك يمكن أن تستخدم قاعدة اليد اليمنى. نأخذ إصبع السبابة في اتجاه A، وإصبع الوسطى في اتجاه B،
ومن ثم الإبهام سيكون في اتجاه إن متجه الوحدة، إذن لنقم بهذا. وأنا أنظر إلى يدي الآن، إنها ليس بالأمر السهل القيام به مع يدك اليمنى، ولكن يدك اليمنى ستبدو هكذا. إصبع السبابة سيكون في اتجاه A، حسنا. لنقوم بإعادة الرسم مرة أخرى، إصبع السبابة سيكون باتجاه A، هذا هو إصبع السبابة، وهذا إصبع الوسطى سيكون هكذا باتجاه B، والأصابع الأخرى ستبدو هكذا، حسنا. إنهم يلتفون حول اليد، بأي اتجاه سيكون الإبهام؟ الإبهام في الواقع لقد قمت بهذا بزاوية الخطأ، عمليا الإبهام سيكون في هذا الاتجاه، صحيح، إلى داخل الصفحة. إذن قمت بذلك بشكل صحيح، سترى اليد من الجانب ستبدو هكذا، سترى الخنصر الكف والخنصر ستبدو هكذا، والإصبع الآخر هكذا، الإصبع الأوسط سيكون في اتجاه B، وإصبع السبابة سيكون في اتجاه A. لا يمكن رؤية الإبهام لأنه يشير إلى داخل الصفحة، لكن أعتقد وصلتك الفكرة. الضرب المتجه بين A و B يشير مستقيما للأسفل، هذا متجه، وهذا يزود منا بالمقدار. متجه الوحدة يعني وجود مقدار واحد. المقادير للضرب المتجه والقياسي سيكونان قريبان، كلاهما لهما مقدار لكلا المتجهين. الضرب القياسي يوجد فيه جتا زاوية ثيتا، أما الضرب المتجه فنستخدم جيب ثيتا، والفرق الكبير هو أن جيب ثيتا لها اتجاه. إنهما متجهات مختلفة وكلاهما عمودي على هذين المتجهين. الآن نحاول أن نحصل على الحدس أو نفهم ذلك. وإذا شاهدت الفيديوهات عن الضرب القياسي والضرب المتجه، أتمنى أنك وجدت الفكرة هناك، لكن سأستعرض هذا كيف عندما تراهم سويا. سنمسح بعض مما هنا. حسنا، هكذا أفضل. أولا لنأخذ الضرب القياسي، A ضرب B جتا زاوية ثيتا. شاهد الفيديو عن الضرب القياسي جتا ثيتا. إذا أخذت B جتا ثيتا، ما هي B جتا الزاوية؟ حسنا، B جتا زاوية يمكن أن تفعل هذا بنفسك. الجتا هو المجاور على الوتر، B جتا الزاوية. المقدار لبي جتا الزاوية سيكون المقدار، إذا رسمت عمودي هنا، إذا رسمت عمودي، سأستخدم لون آخر هنا، إذا رسمت عمودي هنا، هذا الطول هنا هو بي جتا ثيتا. سأرسمه بشكل منفرد، لا أريد أن أعبث بالرسم أكثر. إذا كانت هذه بي، حسناً، إذا كانت هذه A، وسأرسم الباقي بنفس اللون للسرعة، هذه B وكانت هذه B وكانت هذه A وهذه ثيتا، B جتا ثيتا. إذا أسقطت خط عمودي على A، هذه الزاوية،
جتا بثيتا المجاور ستساوي المجاور على الوتر وتساوي جتا ثيتا، لذلك سيكون الإسقاط من بي سيسير بنفس الاتجاه لأي، إذن ستكون هذه المقدار، هذه بي جتا الزاوية ثيتا، إذن مقدار هذه أو مقدار هذا المتجه هنا سيكون بي هو مقدار بي جتا الزاوية ثيتا. وعندما نأخذ الضرب القياسي على الأقل في هذا المثال، إذا أظهرته كمقدار A ضرب مقدار B، ضرب جتا الزاوية، ستسأل أي جزء من B في نفس اتجاه مثل A، في نفس اتجاه A، وبغض النظر عن هذا المقدار لنضرب هذا في مقدار A ونحصل على الضرب القياسي. لنأخذ الأجزاء التي تذهب في نفس الاتجاه ونضربهم، إذن كم يسيران معا أو يشيران لنفس الاتجاه، أو يمكن إظهار ذلك، يمكن إظهار الضرب القياسي، وقمت بهذا في فيديو الضرب القياسي. يمكن أن يكون هذا مقدار A جتا الزاوية ثيتا ضرب مقدار B، لأن هذا لا يهم، هذه كميات قياسية لذا لا يهم الترتيب التي تقوم به بالضرب. و A جتا ثيتا هي نفس الشيء، هي مقدار المتجه A، وهذا يسير بنفس الاتجاه ل A، أو الإسقاط من A إلى B. إذن المتجه هنا هو A جتا ثيتا، A جتا ثيتا، هذه A جتا ثيتا، وهم عمليا نفس الرقم. إذا أخذت كم من B يسير في اتجاه A، إذا ضربنا هذا بمقدار A سيعطيك نفس الرقم مثل كم A يسير في اتجاه B. ومن ثم نضرب المقادير. الآن ما هي A B جيب ثيتا؟ A B جيب ثيتا، حسنا، إذا كان المتجه هنا هو A جتا الزاوية، تعلمنا هذا عندما تعلمنا كيف نأخذ مكونات المتجهات. هذا المتجه هنا هي مقدار A جيب الزاوية ثيتا، ويمكن إعادة كتابة هذا كمقدار A جيب ثيتا. ضرب مقدار B في اتجاه المتجه العمودي، إذن إذا أخذت A جيب ثيتا ضرب B، ستسأل أي جزء من A يسير في نفس اتجاه B، أي جزء من A يكون عمودي بشكل كامل على B، ليس له علاقة ب-B، لا يوجد شيء مشترك بينهم، يسيران في اتجاهين مختلفين، هذا A جيب ثيتا. حسنا، تأخذ الضرب لهذا مع ال-B، ومن ثم تحصل على متجه ثالث، وفي الغالب تركز على كم الاختلاف بين هذه المتجهات وتشير إلى اتجاه مختلف، أحيانا يسمى شبه المتجه لأنه ينطبق على بعض المتجهات التي هي شبه متجهات. وأهم شيء في هذا المتجهات هو عزم الدوران، عندما نتحدث عن المجال المغناطيسي وهو القوة للمجال والشحنات الكهربائية، وهذه القوة أو الظواهر الفيزيائية، ما يهم ليس اتجاه القوة مع المتجه الآخر، لكن ما يهمنا هو مقدارها أو المتعامد عليها، وهنا يكون الضرب المتجهي مفيد. أتمنى أنك حصلت على بعض الحدس بعد كل هذا، ويمكن أن نفعلها هنا، ويمكن كتابة هذا ب جيب ثيتا، وسنقول أن هذا مكون ب وهو عمودي على A، إذن ب جيب ثيتا ستكون هذا المتجه. لنرسمه هنا، هذا منطقي أكثر، هذه هي بي جيب ثيتا، يمكن أن تبدل ذلك، ويمكن أن تتخيل هذه بطريقة سهلة، يمكن القول أن هذا مقدار بي وهو عمودي على A وتضرب الطرفين.
وتستخدم قاعدة اليد اليمنى للحصول على المتجه الطبيعي، ولقد قررنا أننا سوف نستخدم اليد اليمنى للحصول على شيء متعارف عليه، لكن يمكن أن يستخدم الناس اليد اليسرى، لكن يستخدمونها بمجرد وسيلة أن يكون لدينا إطار متماسك عندما نأخذ الضرب المتجهي، وسنعرف الاتجاه لهذا المتجه الطبيعي. على أي حال، في الفيديو التالي سنرى كيف يمكن حساب الضرب القياسي والمتجهي عندما نرمز لها بالمكونات. أراكم في الفيديو التالي.